هنا واحنا بنقيس امتى الممانعه ظهرت كام امتى الممانعه؟ ايه 37 دي عام؟ قليله خالص. دي اسمها ممانعه متدنيه، يعني في ليك في تسريب في الخط، يعني الخط ده قاطع. لا مش قاطع، ده تسريب عامل قفله، بس قفله ايه خبيثه. لان امتى الممانعه ايه؟ امتى الممانعه قليله قوي. طب اعمل ايه في الموقف دوت؟ انا المفروض بقى انا قست الممانعه عند المكثف جنب اي سي باور، وانا بلف بالافوميتر لقيت واحد جاب ممانعه قليله، اعمل ايه يا معلم بقى؟ ارجع لمين تاني؟ للمخطط، واشوف المسار ده ايه؟ المسار اللي هو جايب الممانعه القليله ده ايه في المخطط؟ ميديا تك، ميديا تك اي سي باور اسمه ام تي 6357 سي ار في، وده مشهور في الفتره الاخيره بكلمه ايه يا جماعه؟ قفله. رحنا للبيت ماب لقينا المسار ده اسمه ايه؟ في اي او. المفروض الفي اي او 1.8 مسار اساسي في تغذيه البورده، يعني ما ينفعش يجيب لي ممانعه 37، دي مستحيل، لازم ممانعه تكون من ثلاث ارقام طبيعيه. يبقى انا فهمت ان في قفله في مين نفسه؟ في اي سي باور، لان المسار ده خارج منين نفسه؟ من اي سي باور. اتاكد اكتر ازاي؟ اروح ارفع مين نفسه؟ تعال نرفع الاي سي ونشوف. يلا نقيس الممانعه تاني. ظهرت كام الممانعه؟ 243 244، يعني الممانعه رجعت سليمه. يبقى انت اتهامك الاي سي باور كان اتهام صحيح، هو فعلا سبب القفله. طبعا بنروح نجيب اي بورده منظومه ميديا تك وفيها نفس رقم الايه؟ الاي سي. نروح بقى نشبلن ونجهز الاي سي ان هو ايه؟ يشتغل. الشبلونه بتاعت رشدي. وكان ركب مين؟ الاي سي. لما تركب بقى الاي سي وتخلص تركيب ما تروحش تشغل على طول. ارجع قيس الممانعه تاني، يمكن الاي سي اللي انت جبته فيه خلل. فارجع قيس ممانعتك تاني قبل ما تجرب، تحط بطاريه ولا اي حاجه. تعال نرجع نقيس الممانعه تاني. كام الممانعه؟ 269 270، يعني الممانعه رجعت سليمه، يعني المفروض ان الجهاز ده كده اشتغل خلاص، الموضوع انتهى. تقدر بقى بقلب جامد تحطه في الهاوسنج بتاعه وتبدا تشغل الجهاز وتشوفه هو بايه؟ هو ان شاء الله بيفتح. اتفقنا؟ خلينا نقول بقى ان احنا صلحنا التليفون ده اللي انت شايفه قدام منك الهواوي دوت ازاي؟ التليفون ده في الاصل جاي لنا فاصل باور. حطيناه على الباور سبلاي بيسحب كام ملي امبير؟ 133 ملي امبير. 133 ملي امبير ديت انت هتقول ده سحب ايه؟ ضعيف. طب حطه بيقرا على الكمبيوتر ما بيتعرفش على المعالج. ما شافش ان في معالج، مش شاف ان في موبايل اصلا. طب نعمل ايه يا عم؟ نرجع نجيب خطوط التغذيه عشان نبدا